بيري 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 الزرع مش عارفين نعمل فقرة صباحية جميلة. فنعمل أي خرد. أي حد بيتكلم في أي حاجة دلوقتي بيه. أي حاجة. حتى لو هو ملوش في فاهم؟ طب أمشي. لا يا إحنا ما لناش ده بتاع عادي بقى ده هو بيحبه ده. طيب. إنما التاني وحش. ودي. وانت اصلا هناك بقى انت خلاص انت مش بني ادم انت مش حاجه أنا انت لا رقم لا لا انا ما بقاش اروح احنا يا رب ما نروحش انت لك رقم ايه ده انت كذا كذا فاهم واقعد بقى اقعد ينادوا بقى رقم كذا لا ما بينادوش انت اقعد بقى خلاص ايه ده يا قعده وبعدين بقى انت لو عندك حد او كده انت برضو أو يعني الموضوع مش مستاهل ممكن هو كمان ياخد رقم كله بياخد ارقام دلوقتي اي حد يفك رقم على طول والناس بقى تقعد تقول ايه هو لا ايه ده انت بتقول ايه تعالى بقى روح له روح عايز تروح له خد رقم ناس تقعد تقابلني تقول لي هو فين فقال لهم انا نفسي بس ما ايه ده هو شخصيا فين لا ما فيش ده بقى رقم واخد رقم بحاجة حزينة بنت كلب يعني الحمد لله يا كراميلا وحشني والله العظيم يا لونج ديستنس ريليشن شيب بجانب يعني من سنة كله مشوي وخمسة بارد لا خمسة بيبسي في بطاطس ثلاثة كم الحساب خمسة لح كله مشوي لا خمسة بارد لا خمسة بيبسي لحم في بطاطس التلاتة كامل الوزن كبابليك فيجر يعني مش خايف ايوه احنا ما ننفعش يا رب عايز اعمل هاي فويس نايت فويس طيب هتروح انت في جرب كده انت تروح هاي بيتش طب ما انزل عشان لما نطلع ننزل يعني هنروح فين دلوقتي ده انت عايز ننزل سكيل وننزل في الغنى لا ننزل سكيل عشان لما نطلع احنا في يعني ننزل هنا لما نطلع احنا بالكتاب التاني نبقى ستيل في ال واقول لك يا حلمي عبد الباقي في المشفى واقول ربنا يديله الصحة عيوني ازاي يا عم لا ما تبشرش على الراجل لا ما المشفى دي مستشفى نفسي مش مستشفى دي حاجة وحشة ما مالك ما بيغني لا لا بس انا ده واحد بحب بتوزيع انت عايز سكين منين دلوقتي اجيب لك سكين منين دلوقتي الدنيا بتدار واقف ولا كان الحب عمره باختيار وخبيني سلكنا السكة يلا نطلع برا انا وين
انت برا في الانت كم الحساب كم الحساب كم الحساب كم الحساب حاجه واما مره شويه السكيل ده مش غناوي قال السكيل غناوي بقى كده غناوي عارف اغنيه الدنيا وائل اللي هي انتهى صلاحي ايه دي العسل انا بسمع بحسها بقى سوداني اه فاهم ازاي انتهى صلاحية العسل طقطق كفي تحسسني بالفشل دان الدون تقطع ايه العمل وانا النور قطع نغضى خفت منه حصل واقول لك ايه حلمي عبد الباقي في البيت ان شاء الله بيعمل خير او بيعمل غنوة في المستر مسترة يعني هنجيب الجيتار جرب كان نجيب الجيتار صاحي الصبح بدري وانت جنبي يجري هلا صاحي الصبح بدري وانت جنبي يجري اديري اديك جنري ايه عارف كده طلع منين من الجي من جي ماينر دايرت دايرت اديك ملح تماديا كده هو نفس ارمود صحي الصبح بدري وديك كان بيجري صحي الصبح بدري وديك كان بيجري اديك كان رياضي اللي يدي يدي اديك كان رياضي حلوة دي ادك كان رياضي ام اللي بيدن ان لا تدرر ان لا ننن ان لا تدرر ان 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 الاثنين فوق اصل الدك كان رياضي ام اللي بيجري صاحي الصبح بدري الدك بيجري حاسس دي رساله من الكون ان احنا نبطل نعتزل جبت اللحم العادي قال لي لا خد لحم اللي قده اللحم المقدد استغل قد كم متطمن في الاول لكن الراجل خد جاب له ازازه من اللبن قال له قبل ما تفتح رجه هنتبل هنتقابل احنا ما نعملش تاني ليه عشان لا يوجد اعزائي المستمعين شكرا ان انتوا استحملتوا لهذا القدر طيب السلام عليكم السلام عليكم سبسكرايب فولو لايك زر الجرس زر البطاطا